لو بدأت أتكلم معاك عن الصيف بالنسبة لك وبيمثل لك إيه؟ وبتحب تشتغل في الصيف ولا لأ؟ بتحب تصور في الصيف ولا لأ؟ لما يكون عندك تصوير حاجة وتأجلت بعد كده ويبقى لبس شتوي وهتضطر تلبسه في الصيف هي يعني دي مأساة الشغلانة أصلا. هي دي مأساة الشغلانة. بس هو لو أنا بختار يعني مش هختار إن أنا أشتغل في الصيف، لكن في نفس الوقت لو عندي شغل في الصيف يعني انا الشغل اصلي في حياتي هو نمره واحد. يعني انا بحب الصيف اكتر من الشتاء، ببقى نشيط اكتر في الصيف. الشتاء بيهبط، بيبقى كسلان كده، عايز في الدفا، والبرد بيبقى الواحد عايز يقعد في البيت. وفي نفس الوقت احنا في معظم الاوقات بنشتغل في الشتاء. الصيف بقى بستناه بفارغ الصبر، لاني ببقى في الحركة أخف، وفي النشاط بصحى بدري، وببقى عايز أنزل أقعد على البحر كتير. وبقالي سنتين كده بنام بدري وبصحى بدري في الصيف، يعني عكس فعلا حتى هنا؟ طبعا ده هنا بيقولوا دايما بتسهر وبتصحى ممكن، بس انت بتنام بدري وبتصحى بدري. ما هو مش بدري قوي برضو، يعني مش الساعة 9 مثلا. لا بس الساعة 11 يعني في ناس متأخرة. لا بنام مثلا الساعة 1، وده بالنسبة لي بدري. يعني ده بالنسبة لي بدري، لأن أنا بحب بدري. وأنا بحب السهر، يعني أنا بحب السهر، بس اكتشفت إن النهار والبحر أحلى بكتير من الليل، بالذات هنا في الساحل يعني. وانا مش بحب قوي حياه السهر، يعني بحب انا بسهر كتير، بس بحب اسهر في البيت، اتفرج على فيلم، اتفرج. حتى الموضوع ده دلوقتي ما بقاش موجود، بقيت فعلا الساعه 1 بالكتير عايز ادخل انام عشان اصحى بدري تاني يوم، ابتدي اليوم من اوله، اقعد على البحر على قد ما اقدر اكبر وقت ممكن. اتغيرت يا احمد؟ اتغيرت كتير اكيد. اتغيرت اكيد كثيرة. السن خلاص احنا عجزنا. لا 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 بلاش الصوانه دي من اولها. احنا كبرنا خلاص. احنا بس عايز اقول لك، هو كل سن وليه حلاوته. هل انت مؤمن بده فعلا؟ مليون في المية، مليون في المية، ده حقيقي طبعا. وهي فكرة الاستمتاع خاصة بالتركيبة الشخصية للبني ادم. يعني انا واحد من الناس بحب استمتع بكل اللحظات اللي بتمر عليا، سواء كانت بقى سنا، كل ما الواحد بيكبر سنه كل ما الواحد بيحس ان هو من حقه يستمتع بلحظات حياته اكتر. فكره انك تستمتعي تحت اي ظرف من الظروف فكره، طبعا ما فيش حاجه بتطول عمر البني ادم والكلام الفاضي ده، العمر واحد والرب واحد، بس في النهايه الفتره اللي انت بتعيشيها وانت مبسوطة، بتعيشيها وانت مستمتعة بيها. يعني حتى في الشغل، حتى في الحياة، حتى في لحظاتك مع أولادك أو مع بناتك، حتى في لحظاتك مع بيتك، مع أخواتك، مع يعني كل دي لحظات الواحد المفروض يستمتع بيها في أي سن، في أي وقت، لأن اللحظة اللي بتعدي ما بترجعش. فإيه اللي يخلينا نبقى متضايقين ونبقى شايلين الهم ونبقى ناعيين الهم؟ لكن فكرة الانبساط لو الناس كلها اتعاملت مع الحياة من المنطلق ده، فعلا الموضوع هيختلف كتير. يعني نتبسط، نستمتع. احمد رزق النهاردة لو فكرت دلوقتي او عدت تفتكر بداياتك والادوار الصغيرة قوي 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 اللي كنت بدأت بيها، دلوقتي لما بترجع للمرحلة دي بتشوفها ازاي؟ راضي عنها الأساس. يعني طبعاً. لو افتكرنا وفكرنا في البدايات كلها، يعني كانت بدايات وأدوار صغيرة ومشهد واحد، ويعني طبعاً. انت بدأت زي ما بيقولوا اللي طلع السلم من أوله بجد. انت ما كانش عندك حد مثلا واسطة، ما كانش عندك حد زقك من هنا أو من هنا، انت بموهبتك باجتهادك بشغلك هو اللي وصلك للمرحلة اللي انت فيها دلوقتي. متعة الرحلة بقى، متعة يعني الرحلة، المتعة في الرحلة نفسها، في الرحلة نفسها. أول ما الواحد بيبتدي يفتكر البدايات شايفها ازاي النهاردة؟ يعني شايفها، شايفها الأساس. يعني مثلا لما بدأت في التلفزيون وعملت دور صغير في مسلسل الرجل الآخر مثلا مع نور الشريف، أو الأستاذ الكبير الراحل نور الشريف، ده الدور، ده كان دور كبير كمان ودور مهم. والله ما كانش كبير، هو الناس شافته كبير، الناس شافته كبير. خدي بالك ان احنا في التوقيت برضو ده كان الدراما التلفزيونية في شهر رمضان عبارة عن مسلسلين أو ثلاثة مثلا، يعني لما زادوا بقوا ثلاثة. فكان المسلسل له قيمته، يعني فكرة انك تبقي موجودة في مسلسل في رمضان كان بيبقى حدث. يعني احنا فاكر واحنا في المعهد اللي كان بيجيله مشهدين ثلاثة في مسلسل هيتعرض في رمضان كان يتقال له يلا بقى
اثبت نفسك، اثبت وجودك، لان حتى لو هما مشهدين ثلاثة هيتشافوا، لان كثافة المشاهدة زمان غير دلوقتي طبعاً. لان كان التركيز متوزع بين مسلسلين او ثلاثة، النهاردة العدد العدد اكتر بكتير. فكانت البدايات دي هي اللي اسست بعد كده، لان بمنتهى البساطة انا مثلا دور زي بتاع الرجل الاخر، او دور مثلا زي حديث الصباح والمساء، الادوار دي لو انا عملتها باستهانة باعتبارها ادوار صغيرة ما كنتش هكمل. يعني ايه اللي هيخلي مخرج او منتج يجيبك تاني؟ انه هو شاف فيكي حاجة، شاف انك اجتهدتي عملتي حاجة من الدور ده، فايه المانع ان هو ياخد فرصة تانية او فرصة اكبر، فيبتدي يدوكي ادوار احسن، فيبتدي تاخدي السلم خطوة 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 لغاية ما توصلي انك بتعملي بقى افلام باسمك او مسلسلات باسمك. لو البداية مش كويسة او البداية مش بتركيز، ما كانش مش هيحصل تكملة ابدا. صح مظبوط. طب ايه رايك نروح الموبايل ستوديو دلوقتي؟ نروح ونبتدي نتكلم على الجديد واكتر عن اعمالك. بس انا ليه بتكلم عن البدايات يا احمد؟ لان انا بقيت احس ان ده احمد تاني غير احمد بتاع البدايات دي خالص. طبعا. يعني النهارده انت واحد تاني، انضج، اتقل، مختلف، كل حاجه فيك اتغيرت. فحاسه ان انا ده كان بني ادم وده واحد تاني. ده انت عندك حق فيه. صح؟ عندك حق فيه. تمام.